على كل ينضم إلينا عضو فريق خبراء منظمة التجارة العالمية لمستقبل التجارة العالمية دكتور طلال أبو غزالة هنا في أبو ظبي. شكرا لحضورك دكتور اليوم معنا على سكاي نيوز عربية. بداية، هل بالفعل من الممكن الحديث أنه انتهت منظمة التجارة العالمية، وهل وصل العالم إلى مرحلة فوضى الحرب التجارية؟ أنا لي اجتهاد آخر، أنا لا أقول أن دورها انتهى. أنا أقول أننا أمام مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة العالمية للتجارة. يجب أن نتذكر أن الجولة الأخيرة التي نتج عنها إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، والذي تعثر إلى عدة عقود، كان المفروض أن تنشأ المنظمة العالمية للتجارة سنة 48 مع صندوق النقد ومع البنك الدولي في نهاية وبموجب اتفاقية بريتن وودز. تعثرت لأنها دخلت في مفاوضات تجارية، لأن الدستور الأمريكي ينص صراحة على أن سلطة التجارة وقرارات التجارة الدولية هي من صلاحيات الكونغرس وليست من صلاحيات رئيس الجمهورية الأمريكية. فكانت جولة اليوروغواي التي استمرت حوالي 7 سنوات تأخرت بسبب أن المفاوض الأمريكي كان مضطرا أن يرجع إلى الكونغرس الأمريكي في بعد كل المباحثات. فإذا أنا أقول أن اجتهادي الخاص أن ما نراه اليوم هو بداية لإثارة موضوع كبير، هو الدخول في جولة مفاوضات جديدة. أنا أعتقد أن ما يرغب به الرئيس ترامب ليس إلغاء المنظمة، بل هو لبعث شعور عالمي يتنادى بين دول العالم لاجتماع للمنظمة العالمية للتجارة للدخول في جولة مفاوضات جديدة كجولة اليوروغواي، يستطيع من خلالها أن يدخل تعديلات على نظام التجارة العالمي. ما هي إمكانية أيضا التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بنفس الوقت؟ فيما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سهل جدا. المنظمة العالمية للتجارة فيها ما يسمى dispute settlement body، أي مجلس حسم المنازعات، وهو كالمحكمة تماما، وله سلطات مطلقة سواء في إجراءات التقاضي أو في الحكم، أي أن أحكامه لا يعترض عليها من خارج المنظمة، لا لزوم لأن تعود إلى أي محكمة دولية أخرى. المشكلة في هذه المحكمة أنها تستطيع أن تصدر قرارات، وتستطيع أي دولة من الدول المتضررة من القرارات التي تخالف مبادئ المنظمة العالمية للتجارة، وكثير من هذه القرارات يخالف مبادئ المنظمة العالمية للتجارة، تستطيع أن تشتكي وأن تحصل على حكم، وأن تعطيها المنظمة حق تطبيق العقوبات على المتسبب بالضرر. بس أعطيني من هي الدولة التي ستستطيع أن تفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنتقل معك أيضا لنفس الموضوع، حرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام على مدار التاريخ دكتور طلال، يعني كانت الحرب التجارية عندما تندلع الجميع خاسر بالنهاية، على ماذا تعول الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ماذا يعول دونالد ترامب؟ أنا أعتقد وأكرر أنه يريد الدخول في جولة مفاوضات تجارية جديدة يستطيع من خلالها أن يعدل في نظام التجارة العالمي لما يعتقد أنه في مصلحة أمريكا. ما هو دور أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة سياسات منظمة التجارة العالمية؟ سياسات المنظمة الحالية المطبقة والسارية حتى تاريخه صاغتها فعليا الولايات المتحدة الأمريكية وفعليا الكونغرس الأمريكي. يعني لم يصدر أي نظام أو مبدأ من مبادئ التعامل التجاري ومن شروط فتح الأسواق ومن شروط الشروط عدم منع القيود الغير مقبولة تجاريا، كلها صيغت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك أيضا ما هو أسوأ سيناريو في ظل ما نشهد حاليا من حرب تجارية للاقتصاد العالمي بشكل عام، وهل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قد تتضرر من كل ما تفعله؟ ما في شك أن الضرر سيكون شامل لكل دول العالم. نرجع مرة تانية، الثلاث منظمات التي تمثل نظام الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي،
البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، كلها مترابطة ومتعاونة تنظم العلاقات بين الدول. إذا كان استطاعت دولة بحكم كونها الدولة الأقوى في العالم، الأقوى تجاريا والأقوى سياسيا والأقوى عسكريا وأهم من كل ذلك الأقوى ماليا، أمريكا قوتها أن الخطر الذي أراه ليس في القرارات التجارية، أراه في القرارات المالية. أمريكا تستطيع من خلال الدولار الذي يشكل عملة التعامل في العالم، ومن خلال سيطرتها على السويفت وعلى نظام المال العالمي، تستطيع أن تؤذي وتفرض شروطها أكثر مما تستطيع أن تفرضه من خلال الإجراءات التجارية. أي أنه يكفي الولايات المتحدة أن تفرض على النظام العالمي مقاطعة مالية لدولة معينة ليكون الأثر الاقتصادي أكبر بكثير من أثر أي قرار تجاري. دكتور طلال، هل من الممكن أن يكون هناك تحالف دولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه الإجراءات؟ ممكن أن يكون هناك تحالف، ولكنه لن يكون عمليا، لأنك أنت ستضع في تلك المرحلة ستواجه مشكلة أصعب من الحالية. إذا كان هنالك حرب تجارية بين دولة ودول أخرى انفراديا، ستصبح حرب تجارية عالمية، وهي ستشكل خطرا وضررا أكبر على الطرفين، أي الولايات المتحدة وبقية دول العالم المتضررة. ليس هذا الطريق. الطريق هو فعلا، وأنا أعتقد أن هذا هو ما تريده أمريكا، أن يتنادى العالم للاجتماع في جنيف مرة أخرى لوضع مبادئ جولة مفاوضات جديدة لمعالجة هذه المشكلة. لو كانت المشكلة غير أمريكا، لو زامبيا أو نيكاراغوا التي قامت بالإجراءات، لكان من السهل أن نحصل على حكم ونطبق العقوبات على هذه الدول. إنما ليس هنالك دولة في العالم أو مجموعة دول تستطيع أن تطبق عقوبات وليس إجراءات مضادة. أنا أتكلم عن عقوبات، أي تعويض عن الأضرار ومنعها ووقفها إلى آخره. ليس هنالك قوة تستطيع ذلك، فبالتالي على العالم أن يتنادى إلى جولة مفاوضات تعيد النظر وتدرس ما هي الحلول. ما هو موقف الدول المستهلكة هنا دكتور طلال بالنسبة لي ما يحدث أيضا من حرب تجارية؟ ما هو التأثير الأكبر عليها برأيك؟ ليس هنالك فرق بين المستهلك والمصدر. يجب أن ندرك أن في التجارة، خصوصا إذا نظرنا إلى الناتج القومي، الناتج القومي لأي دولة يتأثر بالاستيراد وبالتصدير بنفس القدر. أي أن الضرر هو للدول المستهلكة بقدر ما هو للدول المستوردة. أنا أشكر حضورك معنا اليوم دكتور طلال أبو غزالي، عضو فريق خبراء التجارة العالمية لمستقبل التجارة العالمية، كنت معنا من أبوظبي. شكرا جزيلا لك.